نهار كبير هذا، هذا صباح المونديالتو. الشعور ديالكم يعني كباقي المغاربه، وخاصه الابن ديالك واحد اللي لعب دور كبير في هذا الانجاز. سيدي احنا فرحانين بزاف سيدي، وكان الله العظيم واحد الفرحه ما حتى شي نقول لك. راه بعدا شي 3 ايام ما نعسناش، دابا ملي ربحوا وكازوا ديك الشيء تاهلنا، وديك الشيء قبل الماتش قبل الماتش مرونين كنا والله العظيم. كان سيرتو ملي لعبوا مع الكاميرون ما كانش شي ماتش، فهمتي؟ حتى الكاميرون بانت شي كيب كبير، وكنا في الاول كنقولوا عادي تجينا سهله. في الاول جا الماتش الاولي كان صعيب، والحمد لله لعبوا البارح واحد الماتش مزيان وفرحوا المغرب كامل وكلشي فرحان، وواحد النشاط شي حاجه حلوه والله العظيم. باش فرشتي في الماتش ديال الالي في كينشاسا؟ نعم يا سيدي. باش حسيتي؟ واش دخلك الشك؟ لا ماشي دخل الشك، احنا كنا في الاول فرحانين ملي كانوا طاحوا مع كونغو، كنا زعمان احسن ايكيب، ولكن كان حتى ديك كونغو كانت بينت حتى في الكوب دافريك، كانت بينت راسها عندها واحد ايكيب زوين حتى هي. وصدق ملي لعبنا معاهم بان الماتش صعيب، فهمتي؟ شحال بقينا باش ماركينا ديك البيت الاول، فهمتي؟ والحمد لله دابا هاد المره هادي زعما كنا احسن منهم الف مرات، ونستاهلو حنا نجوزو، ونستاهل المغاربه كاملين فرحانين لهم. كنت في التيران البارح. كيفاش كانت الجمهور الريفي؟ غزال ديك الشيء والله العظيم، ديك الشيء كان انكرويابل زعما، واحد حسينا بواحد الحاجه حلوه بزاف والله العظيم. دابا انت الاحساس ديالك سبيسيال على المغاربه الاخرين، انا واحد من الابناء ديالك هو اللي مشارك في الملحمه هادي وقدمها للفرحه المغاربه. كيفاش كتشوف الابن ديالك غادي كيكبر وكيكبر مع الحلم اللي بغى يلعب في المونديال، كأب كيفاش كتعيش هذا الاصل؟ هو سبحان الله فرحان له بزاف بزاف، والحمد لله مسكين كيشتاها حتى هو وكيعمل المجهود ديالو، وكيف ما قلتي كيزيد يبان لنا الماتش في شكل ملي كيكون كيلعب الوالد ديالك تما معاهم ولا شي حاجه، كتحس براسك شي حاجه فهمتي. ولكن الحمد لله هذاك الشيء كنحس بالافتخار، كنحس بواحد الفرحه، يعني كأب تمارين الادرينالين كيقيل يجري في الدم زعما، بحال اللي لاعب انا الماتش، بحال اللي لاعب انا الاجيال، سبحان الله العظيم. وكنتي وهذاك كنشجعو، خصك تبي راني الصراحه كيلعبنا المغاربه كاملين وكيحمرنا الوجع كاملين، والحمد لله لعبوا مزيان. شنو الكلام اللي كان كيدور بيناتكم يعني في لا ليست ديال اللي كيتم الاعلان عليها من طرف المدرب فاش كيقرب الماتش؟ واش كتعطيه شي دي كونساي باش انه دائما كنقول له، كنعطيو لي كونسي، كنقول له حاول ماشي تلعب من راسك، لعب من المغاربه كاملين وما تبينش غير راسك، خصك تبين فهمتي، دوزو ليكيب ودوزو. والحمد لله لا متفاهمين انت هاد ليكيب اللي عندنا، جاونا عندنا واحد ليكيب كبيره دي جون، ويقدروا يديروا شي حاجه كبيره ان شاء الله. والله العظيم يقدروا يديروا شي حاجه كبيره. لا كنحس بهم لان كنشوف النيفو كامل ديال، انا عايش في اوروبا وعايش في بلجيكا وديك الشيء، وكنشوف النيفو تما وكنشوف الملاعبيه تما، ولكن حنا عندنا واحد ليكيب والله نقدروا نديروا شي حاجه كبيره زعما، والله العظيم يكون على الخير ان شاء الله. خاصه كان لي كونديسيون زوينين غادي وديك الشيء على بساله، داك الشيء غيكون داك الشيء طوب ان شاء الله. الله يعني جد دابا ان شاء الله دابا غنبداو نقطعوا البيس ونمشيو ان شاء الله ولا ود. تبارك الله تما ان شاء الله، يبارك فيك اسيدي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.